افتتحت مؤسسة راشد آل خليفة للفنون معرضها الفني في كيو جاليري في العاصمة الأذربيجانية باكو بحضور ابنة رئيس جمهورية أذربيجان ليلى عليف ومستوى رفيع من الجمهور الأذربيجاني المهتم بالفنون. بهذه المناسبة أكد الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس مؤسسة راشد آل خليفة للفنون أن افتتاح المعرض يشكل فرصة للتعريف بمملكة البحرين، معربا عن امتنانه للدعم الملكي السامي المستمر للمشهد الفني في مملكة البحرين. بهدف تعزيز مكانة مملكة البحرين على الخارطة الفنية والثقافية العالمية، عملت مؤسسة راشد آل خليفة للفنون برئاسة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة منذ تأسيسها على الترويج للفن البحريني وتعزيز العلاقات الثقافية بين مملكة البحرين ودول العالم. ويأتي افتتاح هذا المعرض الفني في كيو جاليري في العاصمة الأذربيجانية باكو ضمن مساعي المؤسسة في فتح آفاق جديدة أمام الفنانين البحرينيين في المحافل الدولية. سعيد بتواجدي في مدينة باكو أذربيجان لإقامة المعرض للفنانين التشكيليين البحرينيين الذي يبلغ عددهم حوالي 20 فنان وفنانة. جبنا حوالي 50 عمل فني من مختلف المدارس وكذلك الأعمار. يعني في عندنا فنانين يعني صار لهم باع طويل في الحركة التشكيلية في البحرين، وكذلك عندنا من الشباب والشابات، وهذا نبني عليه في المستقبل لعمل كذلك برامج فنية بيننا وبين أذربيجان. فنأمل أن السنة القادمة أن فنانين من أذربيجان يجون البحرين لإقامة معرض وكذلك ورش فنية في مختلف المجالات. ويقدم المعرض الذي يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر ما يقارب 50 عملا فنية لمجموعة مختارة من الأعمال الفنية البحرينية، إضافة إلى عمل للفنان الشيخ راشد آل خليفة يعود إلى عام 1983 في تعاون يضم سلسلة من المبادرات والبرامج التعليمية والتبادل الفني بين المؤسسة وأكاديمية أذربيجان للفنون. First of all, I would say that I'm very happy that today. أولاً أود أن أعرب عن سعادتي بأنه في هذا اليوم ينطلق المعرض في باكو، وأتقدم بالشكر شخصياً للشيخ راشد آل خليفة رئيس المؤسسة. إن هذا الحدث ليس له أبعاد ثقافية فقط، بل له أبعاد سياحية أيضاً. كنت أتحدث قبل قليل إلى رئيس اتحاد فناني أذربيجان الذي أخبرني بأنه لم يكن يعلم بأن البحرين بها هذا العدد الكبير جداً من الفنانين المبدعين. محطة مهمة في مسيرتهم، هكذا وصف المشاركون في المعرض رحلتهم الفنية، مشيدين بالدعم الكبير الذي يحظى به المشهد الفني في مملكة البحرين وبالجهود التي تبذلها المؤسسة في تعزيز التواصل الثقافي مع العالم. تواجدنا في هذه الاحتفالية الفنية في باكو مهم جدا، لان هي مثل ما تقولين بوابه للخروج الى العالم الخارجي وعرض الاعمال الفنيه اللي تمثل تاريخ الحركه التشكيليه في البحرين من خلال نخبه من الفنانين التشكيليين البحرينيين. المعرض الفني لمؤسسة راشد آل خليفة للفنون يوفر فرصة رائعة للتواصل الثقافي بين الشعوب عبر لغة الفن العالمية، كما يعد شاهداً على قوة الفن في تعزيز الصداقات الدولية والتفاهم الثقافي والترويج السياحي بين مملكة البحرين ومختلف دول العالم.